في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، تنتشر سلاسل معارض أهل رمضان من أجل توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، ويمتد عمل منافذ البيع بمعارض أهل رمضان حتى نهاية شهر رمضان المعظم بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين. في كل ربوع مصر تنتشر سلاسل معارض أهل رمضان من أجل توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، ويمتد عمل منافذ البيع حتى نهاية شهر رمضان المعظم. هذه المنافذ تلقى قبولا من المواطنين الذين أكدوا على أن أسعار السلع بها مناسبة من أجل رفع العبء عن كاهلهم. جميع السلع موجودة هنا عندنا، هنا والله اهو زي ما انتم شايفين كل حاجة موجودة. مبادرة كلنا واحد واهلا رمضان، كل ده ان شاء الله متوفرة بسعر يعني الحمد لله راضي للمواطن، والحمد لله برضو كمية كبيرة. الاسعار هنا حلوة، في حاجات كتيرة كويسة بالنسبة للاماكن اللي برا، بحس انها يعني في متناول ايديا وايدي احنا. سعر المعاش طبعا حضرتك عارف، بالنسبة لنا عايزين نوفر. متوفر كل السلع، الرز والسمنة والزيت والمكرونة والدقيق وكل حاجة. في الوقت ذاته تعمل المحافظات على توفير الأماكن المميزة لإقامة هذه المعارض ليسهل على المواطن الوصول إليها، كما توفر المحافظات كافة التجهيزات بالمجان للتاجر كما يوفر عليه التكلفة، وبالتالي يستطيع أن يعرض السلع وبأسعار مخفضة مع الاحتفاظ بهامش ربح بسيط ومناسب له نظرا للإقبال وإقبال المواطنين على المعارض. في إطار توجيهات الدولة المصرية بتوفير كافة السلع الاستراتيجية، احنا الحمد لله عندنا 5 ماركات مصرية على مستوى المحافظة بتوفر كافة السلع الاستراتيجية، سواء سكر أو زيت أو مكرونة أو زيت أو رز، وعندنا رصيد استراتيجي الحمد لله لا يقل عن 200 طن رز و 500 طن سكر، دول يكفونا لا يقل عن لحد شهر رمضان أو بعد شهر رمضان الحمد لله، والأسعار كلها الحمد لله في تناول الجميع. عندنا عدة منافذ، فالدولة طبعا يعني لا تبني جهدا وبتمدنا بكل الحاجات اللي احنا عشان نقدر نسيطر على السوق ويبقاش فيه أي تعارض، وكل الناس اللي هي احنا حتى بنعرض على الجروب لما بنجيب لحم لحوم بنجيب اي حاجه، فكل حاجه موجوده متوفره. هذه المعارض يتم تقسيمها لتضم كافه احتياجات الاسره من السلع التموينيه والاساسيه باسعار تنافسيه عن مثيلاتها في الاسواق، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.